الرئيس السيسي يترأس الجلستين المغلقة والافتتاحية للقمة الإفريقية 33 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الصحة تطلق قافلة علاجية تشمل كافة التخصصات الطبية لأهالي عزبة الهجانة بالمجان. الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أعمال الجلستين المغلقة والافتتاحية للقمة الإفريقية في دورتها 33 لرؤساء ودول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تعقد تحت شعار إسكات البنادق تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية استعرض الرئيس السيسي ما حققته مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2019، مؤكدا أن دعم مصر لن ينتهي للمبادرات الإفريقية. كما أكد الرئيس السيسي على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة إفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب. كما دعا الرئيس السيسي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وأن تكون هذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الإفريقي وهيئة مكتب اللجنة الفنية للدفاع على أن تعرض على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت. وعلى صعيد آخر أكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الإفريقية التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما حرص الرئيس السيسي على تقديم التهنئة إلى أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام، مقدما التحية والتقدير إلى شعوب القارة الإفريقية. وخلال الجلسة سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي. وكان الرئيس السيسي قد التقى صباح اليوم أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة سيادته بأديس أبابا. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذلك التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية. من جانبه أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولية، معربا عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة والمشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة. هذا واستهل الرئيس السيسي أمس نشاطه بالمشاركة في قمة منتدى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا بمقر الاتحاد الإفريقي. كما شارك الرئيس السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل. على صعيد آخر التقى الرئيس السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وذلك بمقر إقامة سيادته بأديس أبابا. المزيد في سياق هذا التقرير. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في أديس أبابا خلال مشاركة سيادته في قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية 33 بالمشاركة في قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء. السيدات والسادة، لقد تأسست الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء على إرادة إفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، فهي تتمتع باستقلالية في عملها ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة، الأمر الذي يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة.
كما شارك سيادته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل. إن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا. هذا وقد استقبل سيادته بمقر الإقامة السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر، حيث هنأ السيد الرئيس الرئيس الجزائري بانتخابه، وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل دفع جهود السلام في ليبيا ودعم الجهود في منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. على صعيد آخر، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الذي عبر للسيد الرئيس عن إعجابه بمجهودات سيادته في عودة الاستقرار لجمهورية مصر العربية، والجهد الكبير للسيد الرئيس في تطوير مجالات التنمية وخلق آفاق جديدة بمصر. وكذا أثنى رئيس وزراء كندا على جهد السيد الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وتطلعه لدفع العلاقات مع مصر في كافة المجالات، وأنه استمع لتقديرات السيد الرئيس حول مشكلات وقضايا منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، رحب السيد الرئيس بالسيد جاستن ترودو، كما عبر سيادته عن رغبة مصر في دفع العلاقات مع كندا في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية، وكذا دعم التعاون العلمي الأكاديمي بين البلدين. كما وجه سيادته الدعوة إلى رئيس وزراء كندا لزيارة مصر. تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، حيث قام رئيس الوزراء بجولة شملت جانبا كبيرا من مكونات الصرح الطبي الهامة والتي تخضع لمشروع إصلاح التلفيات بعد تضررها جراء الحدث الإرهابي الذي وقع العام الماضي. كما تفقد رئيس الوزراء المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام والذي يجري العمل على استكمال الأعمال الإنشائية به، ووجه رئيس الوزراء بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المبنى لاستقبال المرضى ولتخفيف الضغط عن المبنى الشمالي. أطلقت وزارة الصحة والسكان اليوم قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات لتقديم الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لأهالي عزبة الهجانة، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية من 9 صباحا وحتى 4 عصرا. وتأتي هذه القافلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وذلك عقب زيارة سيادته التفقدية أول أمس لمنطقة عزبة الهجانة. وأوضحت الوزارة أن القافلة تتكون من 58 فردا من الطاقم الطبي وتحتوي على 17 عيادة طبية، منها 3 عيادات أطفال. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.